أبا بتضحك على إيه يا أترش؟ أبا مرة تانية ما قلتش هنزل المفتاح أبداً. تتقاتل؟ وبعد كده هتتحلي بالليل وبالنهار. اسمع، أنا عاوزاك تزود لي المصروف شوية. أنا ما عرفتش أشتري بالفلوس اللي أنت مديها لي إلا بطاطس وبصل. عاوزة أشتري رز وسمنة، لازم يبقى في بيتي خزين. هات 10 جنيه. أبا 10 جنيه. يا سيدي هتقطع الفلوس. أبا طب من عينك. بس الوسط عمر عايز فلوس تحت الحساب. ماشي يا جحش، 100 جنيه هم وخلصوا لنا العربيه بسرعه. سلام. مع السلامه. أبا الوسط عمر، معقول في حد يسيب مراته قبل ما يتتبع؟ دي جاي تطمن بقى وتلم الغلة، أصل بكرة أجازة حلو. أبا رب 10 6 5 غلط